حضور الجزائر الفاعل والمؤثر، والجزائر بثباتها على المواقف والمبادئ تلعب دورا محوريا من أجل السلام واحترام إرادة الشعوب والدول، وتعمل من أجل تعايش سلمي يسود العالم، وفي الوقت نفسه ترفض كل أنواع الهيمنة والغطرسة واستضعاف المقهور. إن الجزائر وهي تضع قدمها الراسخة في طريق الإقلاع تستجمع كافة مقدراتها وعلى جميع الأصعدة في عمل متكامل يعتمد على منطلقات واضحة وثابتة باعثها التراكم التاريخي والحضاري، كما تعتمد على إرادة سياسية صادقة ركيزتها الأولى هي اللحمة الوطنية ضمن جبهة داخلية متراصة وواعية براهن ومتطلباته وتحدياته، ضمن عالم يعج بالمتناقضات والاختلالات والصراعات في ظروف دولية متميزة وشديد التعقيد. الشيء اللي وعد به الرئيس مش من الشهور الأخيرة ولا من البداية، من نهار تنصب كرئيس جمهورية قال نمد يدي للجميع، والآن رانا في مرحلة مع كل الاتصالات اللي يقوم بها الرئيس مع التيارات السياسية مع الشخصيات كيفاش ندعم الوحدة الوطنية، كيفاش ندعم الجبهة الداخلية.